زمل الخرج الجميل هنا في معرض شعاره الوفاء، حيث يوثق بالصور تاريخ أبناء الخرج لأكثر من 50 عاما في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة. استطاع المعرض جذب الزوار الذين استثارت ذكرياتهم برؤية أحبتهم، ليستطرد الزوار الأحاديث بينهم عن الذكريات التي جمعتهم في زمن الطيبين. أما من لم تكن لهم فرصة الالتقاء بالشخصيات المعروضة فيكتفي بالاستمتاع برؤية الطيبين. طبعا الفكرة ما في شك أنها من أجمل الأفكار هذه، خصوصا الصور القديمة ترجعك للوراء وتجعلك تدعو لميتهم وطول العمر لحيهم. والحقيقة أنا حرصت أني أجي من الرياض علشان والله أحضر المعرض هذا. تذكرت جماعة كثير من الزملاء والإخوان اللي درسنا وياهم، وأيضا زملاء كانوا يعني نشوفهم مثلا في فصول أخرى رأيناهم الآن. أكثر من 70 صورة تم اختيارها بعد الفرز، وتضم مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب، ويعد منظم المعرض بتوسيعته وتطويره في السنوات المقبلة. الحقيقة راودتني زي ما قلت لك يعني الفكرة لما شفت الكم الهائل من الصور، سويت حساب في تويتر أطلقت عليه زمل الخرج الجميل، وكان هناك تجاوب الحقيقة وجاني صور، حتى أصبحت أملك أرشيف تجاوز 1000 صورة الآن. لماذا لا يستفيد الآخرين من هذا الكنز من خلال إقامة مثل هذا المعرض؟ الفنان عثمان الخزيم الذي عرضت له صورة من ذلك الزمن الجميل تفاعل مع المعرض بعرض فنونه وكتابة أسماء الزوار، إضافة إلى إصداء النصائح والإرشادات للناشئة. حمد بن حسين، الإخبارية، محافظة الخرج.